أول إشي رح يكون بدنا 500 جرام من صدور الدجاج المقطع إلى مكعبات، بصل مفروم ناعم، ثوم مفروم، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبروش، كوب طماطم مطحونة، ممكن تكون مكعبات عادي، كوب كريمة طهي. عشان دعاء بنقدر نغيرها للبن، وأيضا في طريقة تانية رح أحكي لكم إياها. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة، ملعقة صغيرة من جرام مسالة واللي هي البهارات الهندية، وملعقة صغيرة من البابريكا، نص ملعقة صغيرة من الكركم، نص ملعقة صغيرة من الفلفل الحار، ملح وفلفل وكزبرة طازجة للتزيين. طيب عشان ما تاكلوا هم وتقلقوا، بعرف انه هي من العاده من الوصفات اللي انا بعملها هي تعتبر من الوصفات اللي فيها مكونات كثيره، يعني بناء على اللي احنا قراناه، بس رح افرجيكم اسهل طريقه انكم تساووها، مش الطريقه التقليديه، لانه الطريقه التقليديه فيها البلندر وتكون الصوص كثير ناعم، احنا بدنا ناخذ الطعم باسرع واسهل طريقه ممكنه، وايضا باستخدام طنجره واحده. اوكي بنبلش؟ يلا. أول إشي رح نحط الطنجرة على النار ونحمي النار ونحط شوي من زيت دوار الشمس من زيتي، ورح أحط معاه شوية زبدة عشان دكتورتنا ما تزعل منا. شوفي الكمية وقولي لي زبدة اليوم. المهم يطلع زاكي، منيح هيك؟ أزعل. رح نحط شوي. هلا شوفي بالعادة إذا حدا بيشوف من الفيديوهات الناس اللي بيعملوا البوتر تشيكن، الدجاج بالزبدة بيحطوا كميات مهولة لأنه هي اللي بتعطي هذا الطعم، ولكن أنا فعلا كمان صح، عشان إنه مش بس إنه مش كتير صحي، هو كتير تقيل بصير، عرفتي؟ صحيح، بتصير الأكلة دسمة، بتصير الأكلة كتير دسمة. نعم، رح أدوب شوي زبدة، بعدين راح أنزل البصل وراح أقلبه شوي، هلأ بدوبه مع بعض. مع تحب نعلي الغاز؟ عليته. هلأ بعليه أكتر، مبلقه مش معلة، شطورة دودو. ومنقلب طبعا. اكيد مشاهدينا الكرام بنرحب بكل الاشخاص اللي انضموا لنا عبر فيديو البث وصفحه الفيسبوك ليوم جديد، بتقدروا دائما تشاركوا معنا عبر التعليقات والبث، واكيد بنرحب بكل الاشخاص اللي انضموا لنا. سونيا بتقول يسعد لي هالطله، الله اعلم قصدها عن اطلالتك ولا اطلالتي او اطلالتنا التنتين. يسعد صباحك يا سونيا. ماما هي بتكون سونيا، بوجه لها تحيه طبعا كثير كبيره، هي من اكبر الداعمين الفكرة الجديدة اللي قاعدة عم تصير، وكثير متحمسة هي ما تصدق قد ايه. يسعد صباحك بكل خير، يعني مامة أم اللول نوجه لك تحية. يسعد صباحك بكل الخير. وأيضا محمد البخيت بقول صباح العسل، يسعد صباحك يا محمد. وأمينة الحناحنة بتقول السعادة كالفراشة، إن لاحقتنا إذا لحقتها هربت، وإذا جلست بهدوء فعليا تقدر تحتفظ فيها. نوجه لك تحية يا أمينة. وأيضا أم رامي كنعان تقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، نوجه لك تحية ويسعد صباحك بكل الخير. يسعد صباحك. شوف الريحة، حطيت تومة. للأمانة الزبدة مع التومة يعني بغض النظر القدحة بتفوز. جد بتفوز، وخصوصا لما بنخلط البصل والتوم قد ايه فعلا بتعطي نكهة وريحة كثير مميزة. بلا، هون في عندي زنجبيل مبشور، زنجبيل طعمه قوي. أنا ما بدي أكتر، رح أحط بس شوي، أوكي؟ ورح أرجع أحركهم. بحركهم مع بعض لحد ما الطعمة هيك تصير مسقسقة بالزبدة وبالبصل وكل هيك المكونات، بنعرفهم على بعض على الطنجرة. بعدين رح أحط مكعبات صدور الدجاج، ممكن يستخدموا صدور الدجاج او ممكن يستخدموا الافخاد، او ممكن يستخدموا الاثنين مع بعض. الافخاد والصدور، اعتقد ان انت رح تكوني من مؤيدين الصدور صح؟ صحيح. عشان يعني انا دائما بنصح بالاشخاص اللي ما عندهم مشكله بالبلع او المضغ، دائما بننصح بصدور الدجاج افضل من افخاد الدجاج، لانها بتكون اقل بنسبه الدهون وبالتالي نسبة بروتين أفضل.
دائما بننصح فيها. وكمان تتذكري لما حكينا عن وصفه قلتي لنا اياها استخدمتي فيها لحم العجل شيف الاء، واخترتي انه من الظهر، قلتي انه عضله ما بتتحرك مزبوط. وبالتالي هي صحيا افضل واطرب تكون. صحيح. نفس الشيء صدور الدجاج، الدجاجه ما بتطير، فهي تستخدم أكثر شيء الأفخاد، تستخدم الحركة، تستخدم رجليها أكثر من الصدر، فبالتالي هي عضلة ما بتتحرك كثير، صحياً أفضل. ولكن الفرق ما بين الدجاج واللحمة، الدجاج مع أنه بتتحرك كثير عظمة الفخذ، ولكن هي الأطرى لنسبة الدهون، هي أطرى لنسبة الدهون بس كجودة الدهون. لحوم دائماً صدر الدجاج يكون أفضل من الأفخاد. شف هلأ شوفي، أنا أبداً ما كنت باكل صدور، باكل افخاد ابدا ابدا. يعني احنا دائما بالبيت كانت ماما تعمل لنا صدور، الى ان تزوجت ورحت عند بيت حماتي وكانت طابخه التنين مع بعض، ودقت الفرق بين التنين في نفس اللحظه، دائما الدسم، يا الله، هو هذا رح يعذبنا، بيفوز الدسم. الدسم بيعذبنا. فحبيتي افخاد اكثر من الصدور؟ كثير كثير. على هيك بتحبي لحمه الخروف اكثر من العجل؟ اكيد. شوفي احنا مش ضد ممكن انه ناكل كل شيء اكيد، باعتدال. هلا انا من الناس اللي كنت برضو احب فخذ الدجاج، ولكن بفضل مرات اني اكل صدر الدجاج لانه اقل بالدهون وبالتالي بروتين افضل. بس ما في مشكله، يعني اذا شخص بحب فخذ الدجاج ما تعذب نفسك وتاكل الصدر، ما في مشكله. كل باعتدال. معك حق. طب انا عندي سؤال لك، ماذا لو حدا اكل او كان يبالغ في مثلا تناول مثلا مش الصدور، الافخاد الدجاج؟ نعم. شوف المبالغه باي شيء من الاصناف الغذائيه، يعني افيد شيء ممكن نتخيله موجود بحياتنا، يعني مثلا في ناس تقول لك العسل مفيد، بتلاقي ماسك مرتبان العسل وعم ياكل، بقول لك لانه مفيد. فقد ما كان الإشي مفيد، صح وعافية، أنت من هدول الناس. بقول الشيف دائما لازم يضل يدوق ويجرب. لازم. ولكن اكيد دائما بننصح انه قد ما كان الاشي مفيد ولكن نتناوله باعتدال، دائما الاعتدال يعني مشاهدينا الكرام بيكون سيد الموقف. شوفي هلا انا ايش عم بعمل؟ ما بدي اياها تستوي وما بدي اياها تتحمر، بس بدي اللون يصير شوي ابيض قبل ما انزل البهارات عليهم. فهلا تقريبا كلياتهم صار لونهم هيك على ابيض، راح انزل البهارات. بالفيديوهات اذا حدا بيحضر فيديوهات الطبخ دائما بيكون في كثير اشياء بضيفوها، بس خليني احكي لكم، راح احط كل المكونات مع بعض. ملعقه صغيره. ممكن تحكي لنا ايش البهارات اللي بتضيفيها؟ جرام مساله، كزبره مطحونه، راح احط كمون، بابريكا، هي جرام مساله. جرام مساله واللي هي مجموعه من البهارات بتكون جاهزه مخلوطه وجاهزه، فيها كم بهارات هائل زي الهيل، البهارات الهنديه. وفي عندي البابريكا راح احطها. وراح احط، شوفوا الحر اختياري، تمام؟ انت قد ما بتحط بتحب حر حط. هذيك اللي قبل عملتها كثير حره، هون راح احط شوي اقل عشان اللي ما بقدر ياكل حر يقدر يدوق. ممكن تحكي لي مره ثانيه ايش هذا البهار استخدمتيه هلا بالاخر اللي زي الحبيبات؟ هذا فلفل حار. فلفل حار. انا حاسه انه اللي بيكون داخل الفلفل منشف. متخيلين قد ايه الوصفه اليوم حاره؟ لانه يعني الهنود شاطرين بهذا الشيء، بحبوا هيك الاكل المهلب لهلبه. وحتى الرز تاعهم برضه بيكون حار. طيب خليني احكي لك هاي الشغله. تفضل. في ناس او اللي هي الطريقه الحقيقيه والاصليه بيقلوا الدجاج لحاله، بعدين بيقيموه، بعدين بحطوا بنفس الطنجره، بحطوا البندوره، بحطوا البهارات، وبحطوا شو اسمه الكاجو الني، وبحطوا معاهم مي او المرقه او الكريمه، وبعدين بخليهم يغلوا مع بعض، وبحطوهم بشاف وبخفقوهم، بعدين بردوا برجعوهم كلاتهم على بعض. هاي هي الطريقة الحقيقية لهاي الوصفة، بس هاي الطريقة الأسهل والطريقة الأسرع. زي ما تعودنا دائما شيف ألاء بتدور على الطريقة الأسرع. جد شكرا إنه أنتي عم تختاري لنا وصفات زاكية ومميزة، مش بضطر أروح على مطعم هندي عشان آكل أكل هندي، أنا بقدر آكله بالبيت بوصفة سريعة وما بتاخذ معي كثير وقت. كمان كثير باخذ بعين الاعتبار قد ايه احنا يعني الامرأة عن جد عظيمة بشغلها، وبتحاول تلحق على كل شيء، وأولادها والبيت وكل شيء، فبحس إنه كثير مهم نعطيها
استراحة ساعة ونص من صحيح. المطبخ نعطيها وقت أكثر لحالها. بالضبط. أنا بدي أسألك سؤال، قوليلي تعتقدي هاي الوصفة إنه الأشخاص لما يتناولوا منها رح يأكلوا منها كمية أكبر من المعتاد ولا أقل، بغض النظر إنها زاكية وأكيد رح نحبها، ولكن هي تقيلة، تتوقعي رح يأكل كمية أكثر كمية أو أقل؟ لانها ثقيله. هلا لك علميا، قولي لي فعليا الاشخاص اثبتت الدراسات اللي بيتناولوا مش متعودين كثير على الطعام الحار، وفجاه بيجوا بيتناولوا طعام حار وفي توابل كثيره، رح ياكلوا كميه اكبر من اللي كانوا رح ياكلوها لو هذا الطعام ما كان فيه توابل كثيره او كان حار. ليش؟ لانه دائما المذاقات الحاره بتفتح الشهيه. مش معنى هيك انه الاشخاص بدهم ينحفوا ممنوعين من هي الوجبه، لا اكيد تقدروا تاخذوها، ولكن نكون عارفين انه التوابل خصوصا اذا كانت هيك مخترعهم شيف الاء باروقه حبيبتي رح تفتح الشهيه ورح تاكلوا كميات اكبر. فمشان هيك ندير بالنا، والناس اللي عندهم قرحه بنفضل انه لما بدكم تتناولوا هي الوجبه ممكن انه تتناولوا مثلا كوب من المي ويكون جنبها سلطه مليانه بالالياف لحتى تخففوا من حده التوابل وما يصير عندكم مشاكل اكثر بالمعده. هلا شوفي البندوره مقشره يعني مش بقشرها ومفرمه ناعم. هلا هي في الوصفه الحقيقيه لازم تكون بلندد، مضروبه ضربا مبرحا، انه هي صارت زي معجون الطماطم بتصير هيك لونها فاتح مضروبه، ولكن طعمها مش راح يفرق كثير. احنا بدنا الاسرع، وهو هذا العنوان الاساسي اللي هي اسرع طريقه لعمل البتر تشيكن. عشان هيك اخترتيها انها تكون مقطعه شف وتكون مقشره عشان ما يكون قشرها طالع، عرفتي؟ فتستوي اسرع، تستوي اسرع وبضل الصوص مرق. يعني هلا مثلا البندوره حطيتها بالطنجره، اخرتها لما تغلي راح تصير طريه كثير، فراح تصير خلص تروح لحالها مع الصوص. اما لما تصير القشره موجوده راح تضلها القشره هي الطايره الطايفه هيك فوق. لما يجوا يعملوا الوصفه الحقيقيه ويحطوا كل المكونات مع بعض، بحطوها بمحضره الطعام او بحطوها يضربوها بالهاند بلندر، بصير لازم يصفوها، بس يصفوها اللي راح يطلع واللي هو بواقي اللي هي القشره تاعت البندوره فقط، ما راح يطلع شيء غيرها. فبتقيميها من الاساس وخلصنا. انا جربها الامانه شيف هاي الطريقه لما بعمل مثلا فاصوليا، لما بدي اعمل باميه وما نحب انه يكون موجود القشور، فبعمل هاي الطريقه بحسها كثير سهله فعليا نطلع بالقشور بالنهايه 100%. احكي لنا ايش في عندنا تعليقات اشياء حدا ناس بحب. والله انا كثير حابه يعني اقرا التعليقات عاد ما هي حلوه وايجابيه شيف الاء، بس قلت هيك بديش اقطعك بالوصفه. وليه. عبد الحليم بيحكي لنا صباح الخير، يا رب يسعد صباحك، وايضا اروى رحال بنصبح عليها اللي بتقول لنا صباح النور والسرور على الحلوين. يسعد صباحك، يعني وصفتنا بالحلوين اروى، واكيد انت الاحلى يا اروى. وايضا ام رامي بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركه وسعاده. وايضا هدير بتقول صباح الخير، يسعد صباحك بكل الخير. وهيا بتصبح علينا. ام ايهم السليم بتقول كوني جريئه وردي، يسعد صباحك يا ام ايهم. اكيد ما بنستغني انه نقرا تعليقاتك الجميله وبنقول لك يسعد صباحك بكل الخير. وايضا امينه بتقول ما شاء الله عليكم منورات، يسعد صباحك يا امينه. موسى خشان نقول لك يسعد صباحك بكل الخير، بيقولنا يسعد صباح الإعلامية دعاء والشف المتألقة ألاء، يسعد صباحكم. يعني موسى من أصدقاء البرنامج، وبقولكم صباحكم أمل وتفاؤل وسعادة وطاقة إيجابية، يسعد صباحك يا موسى. يعني شف لاحظنا حطيتي البهارات بعد ما استوى الدجاج، ما بلشتي من البدايه. هلا شوفي هو حسب، في ناس بحبوا مثلا يكون نكهتها كثير قويه، بحطوها انت بتتحكمي امتى بدك تحطيها. انا بدي اياها تاخذ شويه قشره تحافظ على طعمها، عرفتي؟ البهارات لا الدجاج لحالها. فانا غلفتها بعدين بهرت، زي كانه صدمتيها بالحراره، فعشان ما يصير كثير فيها نكهه. هو اصلا ما عمرها خطرت لي انه انت تحطي البهار كثير، يعني ما عمرها خطرت لي. انا كنت بفكر شايف انه نحطه مع الزيت مثلا ممكن انه يطلع نكهه اكثر، بس حبيت فكره مرات بناكل قطعه دجاج او قطعه لحمه بتحسي ما في طعم دجاج ولا لحمه على قد ما في طعم بهار. بالضبط. هلا هي اصلا الوصفه الحقيقيه انت ما رح تبهري الدجاج من الاساس، انت راح تشويه بس على تحطيه بالخلطه اللي اوريدي انت عملتيها بالبلندر، فهو بيكون هو مشوح وخالص وهيك، وبس بعدين بتنزل اخر شيء. عشان هيك انا غلفته عشان يضل طعمه لحاله، بعدين حطيت البهارات. وعلى فكره اذا في حدا كان عنده في يوم من الايام بهارات طعمهم حس انهم صاروا ادموا بطل لهم ريحتهم قويه، تشويحهم على المقلاي بتطلع طعمهم بيرجع زي كانهم هلا رجعوا من عند العطار، رجعوا انهم راحوا مشوار ورجعوا، عرفتي؟ حلو.
لأنه دائما بنحتار شيف. لما شوفي أرجع أحكي لك هيك صحيا كأخصائية تغذية بفضل إنه البهارات أتوقع كشيف نفس الشيء مشان النكهة والطعم إنه ما نطحن كميات كبيرة ونحتفظ فيها، إنه دائما نجيبها حبوب ونطحنها بالبيت. يعني كل خلطاتنا الموجودة داخل البيت فيها أداة مخصوص لطحن البهارات، ونصير مثلا كل يومين ثلاث نطحن كميات تكفينا، ودائما إنه نطحن هاي البذور فريش. شو رأيك؟ بحس إنه ممكن لست البيت يكون هذا الإشي صعب شوي. طيب أحكي لك، حطيت روب بندورة، هل هو إشي أساسي؟ لا، بس أنا كتير بحب هاي التوتش تاعت الحموضة تاعته اللي ممكن تكون موجودة. طيبة. الخلطة عندي عم تغلي، رح أحط عليها كوب من الكريمة ورح أخلي نتوفة للتزيين، هذا اللي رح يعطيها اللون الحلو. وأيضا الكريمة هي بديل للكاجو إذا بدنا نحطه جوا. تعرفي مش دائما بيكون في عنا بالبيت كاجو، مش صحيح. مو إلا يكون متوفر، ولكن الكريمة بحس أسهل إنها تتوفر، ودائما حتى بالسوبر ماركت بيكون متوفر، وأكيد التنين متوفرين بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. كمان الكاجو بحس دائما بيعملوا عليه عروض بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وبتكون أسعاره أقل من أسعار باقي المكسرات اللي ممكن نستخدمها للتزيين. والكريمة كمان طبعا في إلها بديل، ممكن كمان نحط لبن عادي. مش كتير بفضل بهاي الوصفة تحطوا قشطة، لأنها هي أصلا فيها زبدة، والزبدة تقيلة فتخيلي إنه قشطة وزبدة فبتصير أتقل. فبفضل إنكم تحطوا إذا بدكمش تحطوا كريمة. هيك بلشت أحس إن الوصفة هندية شيف، بلشت هيك هلا بس تذوقي أكتر. أنت إلك على الحار؟ بحب الحار للأمانة. شوفوا هي عم تغلي، رح أحط الزبدة. هاي بدي أسوي حالي ما شفتها والله إني قللتها عشانك. لا بس جد شيف الوصفة هيك حسيت إنه الصوص تبعها كتير مسبك. بحب الصوصات اللي بتكون زي هيك مسبكة ومتجانسة، واللي بتخلط بين معجون الطماطم والكريمة، بتحس هيك إنه وصفة ممكن تستخدمها بكتير أشياء وجد بتطلع طيبة. مبلم. أنا كمان من عشاق الصوصات اللي بتكون مسبكة، بحبهم أكتر من الصوصات اللي بتكون مرقة. وخاصة عادي أحرك شيف ولا ما أتدخل؟ لا حركي عادي. هلا احكي لي شيف، بالعاده كشفات بتحبوا حدا يساعدكم بالمطبخ؟ يعني مثلا لو كنتي بالبيت بتحبي حدا يساعدك ولا بتفضلي انه تكوني لحالك؟ انا ما عندي مشكله، انا بحب المساعده، بحب يكون في حدا معاكي بتحرك، بحب حدا يكون بالمطبخ بحكي معاكي. طب ليه امهاتنا كانوا يعصبوا بس ندخل على المطبخ؟ احنا هيك، احنا ماما بس تكون عم تطبخ احنا لازم نتخبى ورا الطاوله. بيحكوا لنا بالاعداد عشان الاطفال مزعجين اجمالا. لا والله احنا كنا شطورين بس نضلنا بين رجلين، يعني حكوا لنا من واقع تجربه، هم حكوا لنا من واقع تجربه. هلا شوف انا ابني للامانه بيشارك، يعني مش بس بخليه يكون معي، لا في عنده هذا الكاتينج بورد، وفي يعني لا الله يحفظ لك يا بس لانه ابن الله يحفظ لك يا. انا اتوقع الامهات اللي بيشوفونا اليوم واللي عندهم اكثر من ابن، لا بقول لك شكرا ما بدنا اياه يشارك، ويمكن رغم انه صحيا كويس يشارك كثير كثير، وبحب يصير ياكل من الاكل اللي هذا اللي سواه. بنقدر نسكب بعد الفاصل اذا بتحبي. احنا هيك وصفتنا بتكون صارت جاهزه. الخلطه ايش راح نقدم معاها؟ رز حبه طويله، ممكن يكون في معاه زعفران، ممكن نعمله اصفر، ممكن نعمله ميكس بين التنين، وايضا بنقدر نزينه بالكزبره، وبنقدر نزينه باللوز المقلي. يعني وصفه مميزه شيف. رح نسكب بعد الفاصل. يلا نسكب بعد الفاصل. يعني دائما مشاهدينا الكرام بنحب انه تنضموا لنا على فيديو البث على صفحة يوم جديد وصفحة الفيسبوك، واكيد رح نقرا باقي التعليقات، ولكن بعد الفاصل كونوا معنا.
أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأكيد بنصبح بكل الأشخاص اللي انضموا لنا حديثا عبر شاشة التلفزيون الأردني وفقرة مطبخ يوم جديد. أكيد كمان بنرحب على كل الأشخاص اللي انضموا لنا عبر فيديو البث على صفحة يوم جديد وصفحة الفيسبوك. كمان ما بننسى بمطبخ يوم جديد نشكر جميع شركائنا داخل المطبخ، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية اللي دائما الشيف عم بتجيب كل أدوات المطبخ وأغراض المطبخ، ووصفاتنا بتكون موادها من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أكيد بنوجه لهم تحية. وما بننسى الكسيح بمنتجاته المتعددة والغنية عن التعريف، واللي دائما بنحب نستخدمها داخل المطبخ، والشيف بتستخدمها دائما بوصفات مميزة. ولما نحكي عن الزيت أكيد ما بننسى زيت زيتي، زيت دوار الشمس، زيت المميز واللي هو شريك أساسي معنا بمطبخ يوم جديد.